طبعا عشان نتعرف على السر وراء خسارة المشاهير للوزن بشكل سريع وصحي، معانا اليوم خبيرة تغذية المشاهير إنجي قصابية. يسعد صباحك. صباحك. يعني المشاهير يعانون صراحة انه ما يقدرون ياكلون اللي يبغونه، دائما يكون مظهرهم نحيف وحلو ومرتب، فايش اكثر شيء يطلبون المشاهير علشان يخسرون الوزن بسرعة وفي وقت يعني فترة قياسية؟ أكثر مشكلة بيواجهوها الفنانين والعالم حتى الطبيعية أنه بيواجهوا مشكلة بنظام أكلهم، بعدم بطل عندهم وقت معين للأكل. بما أني بشتغل مع عدد كبير الفنانين مثل نادين جيم، هيفا وهبي، سيلفستر ستالون، جويل ماردينيا، قدرت تخليهم ياكلوا كل شيء، عشان هيك في قدامك البرجر والفويكه والخبز، وحاولت انه اعتمد موضوع انه نخفف من كميه الجلوتين واللاكتوز اللي بناخذهم من دون ما يكون عم بياثر على الاكل اللي هن بحبوه. والسبب انه ثلاث ارباع العالم بورا ستريس اللي عم بيعيشوه عم بيواجهوا مشكله بجهاز الهضمي عندهم، فهيدا ببطئ الميتابوليزم وبنفس الوقت بخلي الواحد ما يقدر يخسر وزن بسرعه. طيب هل يعتمدون على سعرات حرارية معينة أو أنه يبتعدون كلياً مثلاً عن الكربوهيدرات والسكريات والأشياء هذه؟ للأسف الأشخاص مفكرة أنه إذا بيعدوا الكالوريز بيصيروا بيضعفوا أسرع، بالعكس هو مش أبداً مش هيك. ليقدروا يضعفوا بآخر مسلسل كنا عم نصوره لنديم نسيب الجيم، قدرت تخسر 7 كيلو بوقت كتير قصير بس بنظام لأكله، وهي بأنه بالتفكير الباطني عنا حتى لو نحن ما عم نحرم حالنا من كتير قصص، تفكيرنا بالدايت بخلينا نعمل ستريس، therefore ببطئ الجهاز الهضمي. ثلاث ارباع العالم تعرف انه عندها نفخة، عندها بتعاني من الامساك، فهذا ببطئ كتير الميتابوليزم. طيب ايش الاغذيه اللي ممكن انه تسهل عمليه الحرق وتخلينا نخسر وزن بشكل اسرع؟ اول شيء لازم نعتمده هو ناخذ البروبايوتيك اللي منيح، وكثير مهم انه البروبايوتيك تكون بكتيريا عايشه، يعني لتقدروا تعرفوا انه هيدا جود بكتيريا لازم تكون تنحط بالبراد، لانه بس لما النفخه تخف عنا، بس لما الهضم يصير اسرع، ذيرفور الميتابوليزم بيكون كثير اسرع. بعدني كنت عم بسمعه للشيف عم بيقول كل ما اكلنا بنضعف، هو اكثر اكزامبل لانه شيف وكثير يذوقون يعني ياكلون شوي. فالانسان لما ما يكون حارم حاله بالعقل الباطني ما بقى عم بفكر كل الوقت بشو بده يبدل الاكل. طيب الحين اذا سوينا دايت دائما نحس نفسنا تعبانين وما فينا طاقه وراحت طاقتنا وقاعدين نهبط، فايش الاغذيه المناسبه علشان تعطينا قوه كمان، يعني مو اسوي دايت واصير مره ضعيفه؟ اهم شيء الانسان يكون عم ياخذ البروتين بالنسبه اللي لازم له حسب وزنه، كثير مهم ياخذ الفواكه يلي ما بتعمل نفخه، دائما بحبس انه الانسان ياخذ الفواكه تبعوله او البورشن الفواكه من دون قشرتها لحتى ما تعمل نفخه، كثير مهم الحبوب، لانه الحبوب والفواكه الحمراء لانه هو بيساعده ليعملوا ديتوكسيفيكيشن او تنظيف للجسم، لانه بتعرفي الجسم فيه كثير من السموم بكل شيء نحن بالهواء نتنفس وبالستريس اللي بنعيشه، فهيدا بيأثر على الهضم، فبنحاول انه نكون عندنا اكل غني بالجود فاتس يلي فينا ناخذهم من الحبوب النيب من الفواكه وبالاخص الفواكه الحمراء. الفواكه طيب، في فواكه يقولوا لك لا تاكلينها لانه هذه تزيد الوزن او تسمن او مو حلوه وقت الدايت، فايش الفواكه اللي فعلا الواحد يستفيد منها علشان يخسر وزنه؟ الفواكه الوحيده اللي لازم نبعد عنها اذا كان عندنا كولون عصبي هو انه نبعد عن كل الفواكه اللي هي عم تتاكل بقشرتها، لانه قشره مع انه غنيه بالفيتامينز بس كثير بتاذي المصران، السلطه النيه بنفس الوقت، هول الاكلات اللي بدنا نبتعد عنهم، بس بدنا نحاول نعلم من كمية الجود كاربس أو النشويات المنيحة، لأنه طالما عم ناخد كمية منيحة من النشويات ما بقى عم يطلب بجسمنا السكر. كل ما نحن قللنا من نسبة الكربوهيدرات ورحنا على بروتين دايت، كل ما قشط نسبة الإنسولين عنا، وبهي الطريقة بيصير بيطلب جسمنا السكر أكتر والحلو أكتر. طيب الحين ثبات الوزن أنه يحافظون على وزنهم المشاهير، هذه قاعدة أساسية عند كل الناس، يعني المشاهير وغير المشاهير، فإيش الأشياء اللي يعتمدون عليها علشان يحافظون على هذا الوزن اللي خسروه وقت طويل؟ القهوة كتير منيحة بس الجرين كوفي، ففي نوع من الجرين كوفي والبلاك كوفي اللي انا دائما بحبزها لكل الفنانين ولكل المشاهير اللي بشتغل معهم مثل هيفا از اون ا ريجولر بيسز معها، وبنفس الوقت البروبايوتيك، بس بنفس الوقت كثير مهم
انه هن يقدروا يشربوا مي بانتظام، لانه 99% من العالم 95% ل 99% ما بيقدروا يفرقوا العطش من الجوع. ففي نوع من الكافي ونوع من البروبيوتيك اللي لازم ياخذون، بهي الطريقه الميتابوليزم بيقوى، الهضم بيقوى، وبنفس الوقت ببطل عندنا مشكله النفخه والامساك وبطل في حبس مي، لانه بتعرفي بالاخص النساء بنعاني كثير من مشاكل الاحتباس المي. طيب ايش العادات الصحيه اللي الواحد يسويها علشان يقدر يخسر وزن بطريقه صحيه ومش بطريقه غلط؟ اهم شيء ما يحرم حاله من الاكل. شفت انه حتى برجر معناتها، لانه هيدي دائما ضد الدايت، معناتها الانسان اوقات الباد فود او الاكل الممنوع بيساعدنا انه نفسيا نرتاح. بس لما تريح نفسيتنا وما نعتبر حالنا على دايت ونكون عم ناخذ عم نستلذ بالاكل اللي نحن عم ناكله، ما بقى عم نشتهي ونلقمش. المشكله الاساسيه اللي بيعانوا فيها منا اكثر الناس وبالاخص الفنانين انه بوقت العمل والتصوير لساعات طويله ما عندهم وجبات، فبيمتنعوا عن الوجبات بيصيروا بلقمشوا. فنظام الاكل ونظام شرب المي هو اساسي، وفي روتين معين بينعمل صباحا ومساء لحتى نقدر نحسن من الهضم، لانه كل المشاكل اللي بنعانيها بجسمنا هي اساسها المصران والمعده. طيب ايش الممنوعات اللي يعني على الناس يسوون ما يسوونها علشان يخسروا الوزن بشكل صحي وسريع؟ الممنوعه الوحيده اللي بقولها للاشخاص اللي بتعاني من مشاكل الهضم هن انه يوقفوا الجلوتين واللاكتوز، والاكثر المشكله الاكثر هي اللاكتوز، لانه اللاكتوز بتعمل حبس للمي كثير، هي قريبه كثير للفات الموجود بالاخص عند النساء، والاشخاص اللي عندها مشاكل بالهرمون ممكن كثير تخليها تعمل حبس للمي. فاللاكتوز والجلوتين او مشتقات الحليب هن اكثر شيء ممكن يؤذوا جسمنا. ونقدر ناكل حلويات في هذه الفتره اللي بننزل وزن كبير يعني؟ اكيد، وزن لانه اذا وقفنا فجاه اي نوع من الاكل الانسان بيطلع وزنه بطريقه كثير سريعه. فبدنا نحاول قد ما فينا ما نعتمد انه نوقف ناكل لنضعف، بالعكس نفسنا. ما لازم تمشوا على دايت، وهذا الموضوع اللي كل العالم ماشي فيه دايت وبروكولي. حطيت البروكولي لاقول انه هيدا رز ابيض قدر دجاج. طيب انا هذا هول ثلاث شغلات ازمه، هول ثلاث شغلات الاساسيه لنفخه المصران. يعني انا اول شيء بمنعهم للاشخاص، وهلا 99% من العالم عندها هاي المشكل بالاخص من ورا ستريس، بعدوا عن البروكولي. مع انه اتس جود فود وكثير هيلثي، بس للاسف البروكولي، الارنبيط، الملفوف كثير مأذيين للمصران. كثره السلطات كمان كثير بتعمل نفخه واحتباس الماء. والله راح عمري ولا اسمع عن هذه شوربه الملفوف بالكربس ما ادري وشو، ولا يعني ولا مره قدرت انه انا اتقبل هذه الشوربه، احس في شيء غلط. ولا الاشياء يعني الاكل حق الدايت يخليك متوتره اكثر، يخليك انه انت بخليك تحت ضغط وجوعانه وتبغين تاكلين وتقولين خلاص انا ما ابغى اصير نحيفه. بتعرف انه كل الوقت لما نكون نحن عم نعمل دايت، او الاشخاص اللي بيعتمدوا على الدايت بحياتهم العاديه بتلاقيهم كل الوقت على دايت، اليوم عندك بكره عندي بعده عند حدا ثاني، لانه دائما بيروحوا للاكستريم. إذا بفكروا فيها، إذا نحن بنرجع خمس سنين لورا ومنقول مثلا بهذه الخمس سنين الماضيين أنا عملت شي 20 دايت ولا وحدة ضبطت وبعدني وزني نفسه أو يمكن زاد، فلو نحن اعتمدنا دايت معين لو حتى ضعفتي، لو نقصتي 10 كالوري من أكلك فيك تضعفي وقية بالشهر، كنت هلا وصلتي للوزن المثالي. صحيح. بس نحن دائما مستعجلين، والاستعجال والدايت القاسي دائما بيأدي زيادة الوزن مش لنقص الوزن. يعطيك ألف عافية. ويعني كثير ناس يبغون ينزلون في وزنهم، فإن شاء الله تكونوا استفدتوا من هذه النصائح. فخلونا نشوف كمان بعض النصائح إذا تبغون تحافظون على وزنكم اللي نزلتوه.